الزمالك على موعد ومقربة من حسم بطولة الدوري في مباراته المقبلة. إذا فاز الزمالك على الإنتاج الحربي في مباراته المقبلة يصبح فائزا ويتوج بطلا لبطولة الدوري المصري الممتاز. القائمة بقى اللي هتلعب هذا اللقاء، وخد بالك أنه الماتشات اللي شبه كده ما بتبقاش سهلة، بقول لك بصراحة. ممكن حد يتخيل رأيي، يعني رأيي أقول لك رأيي ليه، يعني لأنه رسم مخيلات بالفوز في لقاء من بعديه في بطولة بيبقى فيه احتمالات كتيرة جدا جدا، ولازم يتاخد بجدية. تاني فيه تفاصيل كتيرة، فخلينا أقول لكم بس القائمة بتاعت الزمالك للإنتاج: أبو جبل وعواد ومحمد عبد الغني والونش ومحمود علاء وحمزة المسلوسي وعبد الشافي وحازم إمام وأحمد فتوح. خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، يوسف أوباما، بن شرقي، زيزو، أيمن حفني، شيكابالا، سيف الجزيري، ومروان حمدي. دي قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي الذي سيواجه الزمالك بدون مديره الفني كابتن أحمد كشري اللي تم إيقافه 8 ماتشات. يا كابتن